بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، التواصل ما زال مستمرا والتواصل جميل مع هذه الانطلاقات الجميلة، مع هذا الإبداع المميز هنا على أرضية هذا الميدان، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين هنا في هذه الانطلاقات الجميلة. شوطنا الثامن، ولا بنقول العاشر، وين الثامن؟ الشوط العاشر، الشوط العاشر، شوطنا العاشر خصص إمكان مهجنات الأصايل. أتمنى إن شاء الله كل التوفيق. أذهب هناك إلى المركز الأول، فوايد أحمد بن علي، عمر العويسي ثاني المراكز اللي وصلت هناك، وحل محمد بن خلفان، الأغويص لمحة تأتي ثالثا، سيف بن محمد بن رويجدة الاجتبي، يا سلام يا بن رويجدة المتألق ما شاء الله في هذا الموسم، النقلة على المركز الرابع اللي هي الشايبة لمحمد بن عبد الله بالدبيلة، وفي المركز الخامس هناك اللي في المركز الخامس تأتينا البرشة أحمد بن هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز السات وصل شعار بالحب، أيضا جلمود حمد بالعصري بالحب العامري سادسا، وفي المركز السابع هناك بطولة عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري من يقدم بطولة سابعا، وفي المركز الثامن وجد في ثامن المراكز مانع بن محمد بن قطامي السويدي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله المايدية عبد الله بن علي بن واس، وفي المركز التاسع ايضا هناك براقة منصور بن فاضل المزروعي، وفي المركز التاسع ولا العاشر بنقول اللي في المركز العاشر هناك الذيبة مطر بن سعيد بن حلو. هكذا هي النتيجة حاضرة مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة والحاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. اذهب الى العنوان، الى وحل، الى ابو سيف، الى الغويس المبدع في هذا الموسم ما شاء الله. نتمنى لك التوفيق يا ابو سيف، نتمنى لك التوفيق يا ابو سيف ما شاء الله. يا وحل، وحل في المركز الاول ما زالت مسيطرة في 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 مقدمة هذا الشوط، في مقدمة هذا الشوط، في مقدمة هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن اللي هي محمد خلفان الغويس وصل شعال بالعصري، حمد بالعصري بالحب العامري ثاني المراكز، المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن بنقول فوايد احمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الرابع الشايبه ايضا هناك محمد بن عبد الله بن دبيل، ولكن اراد التغيير هنا من الذيبه مضرب سعيد بن حلوه، ايضا شعار برويجده سيف بن محمد برويجده على اجتبي مع لمحه ايضا، الله الكل حاضر، الكل حاضر، الاماني حاضره والامنيات حاضره، ولكن بالعصري، ولكن حمد بالعصري بالحب العامري غير مجريات الامور من صالح جلموده ومن صالح من صالح شعاره. الذيبه 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 البطله ايضا ثاني مراكز بطر بن سعيد بن حلوه، وحل تاتي ثالثا لمحمد بن خلفان الغويص، وفوايد احمد بن علي بن عامر العويسي رابعا، لمحه سيف بن محمد بن رويجده الاجتبي على المركز الخامس، وسادس المراكز هناك الشايبه محمد بن عبد الله بالدبيله، وجد في المركز السابع ايضا مانع بن محمد بن قطامي السويدي، ولكن بن هزيم ايضا حاضر، وايضا المهيري حاضر. لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الابداع؟ روح بالحلوه، اروح بالحلوه، روح روح الى المركز الاول، روح إلى مقدمة الشوط، روح إلى الناموس، روح إلى بشاير الخير، بشاير الخير إن شاء الله يا بن حلوة، بشاير الخير، صباحك خير، صباحك خير يا أبو سعيد، صباحك خير يا أبو سعيد، مطر بن سعيد بن حلوة مع الذيبة، الذيبة مسيطرة على المركز الأول، الذيبة صامدة على مقدمة هذا الشوط، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس. هناك جلمودة حمد بالعصري بالحب العامري، لمحة سيف بن محمد برويجدة الاجتبي ثالث المراكز، وجد ما شاء الله مانع بن محمد بن قطامي السويدي، يا سلام
يا سلام شاعر النجوم الخمس ايضا حاضر العويسي ولا الله 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 بسم الله عليك بسم الله عليك السبوق الله يخليها الذيب ظهرت سرعه من اللمة لون عصاصيده ولا تيها روحها في السير مهتمه وعيبتني شلت يديها وانا مدحت المدح في حل سلام يا بن حلوه بسم الله بسم الله تبارك الرحمن على هذا الظهور الجميل تهانينا والناموس مطر بسعيد بن حلوه والى ابناء بن حلوه كاف المركز الثاني سيف بن محمد بن رويج للمركز الثالث شعار حمد بن العاصي بن حب العامري المركز الرابع احمد بن علي بن عامر العويس المركز الخامس للسيد مانع بن حمد مانع بن محمد بن قطامي السويدي 6 دقائق توقيتنا 8:59 جزء من الثانيه تهانينا والناموس